السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تتيح لكم أن ترسلوا لنا رسائلكم النصية لقراءتها في هذه الحلقة. بداية نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أثبتنا رجال دولة، وجريمتنا أننا أثبتنا بأننا رجال دولة. ما عندنا بناية يقال بنيت في زمن العراق الجديد، بس إيش عندنا؟ عندنا أموال مهدورة، عندنا أموال بغسيل أموال، عندنا عمارات خارج العراق بأسماء معينة، عندنا تلاعب عجيب غريب. فما يتقاضاه بالتساوي عضو مجلس النواب بناء على القرار 282 5 مليون كراتب اسمي ومخصصات، ثم عملية استقطاع ضريبة بمقدار 637 وتقاعد بمقدار 500 ألف، الإجمال الذي يتقاضاه جميع أعضاء مجلس النواب من ملايين و207 ألف. تهريب النفط، ملف العقارات، تهريب الأموال، التهرب والمنافذ الحدودية، الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، السيطرات الرسمية وغير الرسمية، السجون ومراكز الاحتجاز، هاي كلها بيها فساد، كل هذه الملفات هي فساد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا في استمرار لتغطية انتفاضة تشرين في العراق وتبعاتها، طبعا بالنسبة للمواقف والآراء والتقارير الدولية والغربية كذلك التي خرجت بالتزامن مع ما حدث من قمع للعراقيين في الداخل، وكذلك آراء بعض الجهات العراقية كذلك عن رؤيتها وموقفها من ما حدث في العراق من قمع للمتظاهرين. هذه الأمور سنتطرق إليها في هذه الحلقة. نبدأ من صحيفة التايمز البريطانية التي ذكرت أن المتظاهرين ناقمون على الحكومة ولم تشغلهم التدخلات الخارجية. طبعا ذكرت الصحيفة أن مئات الآلاف من العراقيين اندفعوا إلى الشوارع في مناطق مختلفة من البلاد باحتجاجات غاضبة للمطالبة بإسقاط النظام، ورددوا شعارات مميزة كما ذكرت الصحيفة، حيث لم تكن فيها إشارة لأي شيء يتعلق بدين أو طائفة أو حزب سياسي. طبعا هذه من مميزات هذه الانتفاضة واختلافها عن سابقاتها، أنها لم تكن سوى لهدف واحد، وهو إسقاط هذه العملية السياسية وإسقاط هذا النظام الذي جثم على صدور العراقيين لمدة 16 عاما، لم يقدم فيه أو فيها أي جديد لهذا الشارع الذي يحتاج إلى كل متطلبات الحياة، لم يقدم خدمات إلى هذا المجتمع الذي يعيش في بلد غني. هذه طبعا كانت من معاناة العراقيين الذين خرجوا في انتفاضة تشرين. أسباب كثيرة دفعتهم إلى الخروج، تراكمات كثيرة عاشها العراقيون على مدى هذه السنوات من الاحتلال، ومن احتلال كذلك حكومات جاءت مع هذا المحتل، حكمت هذا البلاد بشتى الوسائل الغير قانونية والغير شرعية والتي تخللها الفساد وتخللتها المحسوبية والمحاصصة الحزبية والمحاصصة الطائفية وكذلك الرشاوة والجرائم والانتهاكات. كل هذه الأمور عاشها العراقيون على مدى هذه السنوات الطويلة، وعندما أتت هذه اللحظة هي كانت معبرة بكلمة واحدة فقط أو بجملة واحدة: الشعب يريد إسقاط النظام. هذا هو الشعار الذي رفعه، وهذا هو المطلب بالنسبة للعراقيين. حتى وإن كان هناك هدوء نسبي يشهده الشارع العراقي، لكنها ليست نهاية لهذه المظاهرات أو هذه الانتفاضة، فهي مستمرة طالما استمر العراقيون في هذا البلد. معنا عمر من بغداد، تفضل عمر. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ما أعرف يعني هم وين يريدون يوصلون بهاي الجرائم؟ نعم. يعني هاي الجرائم هم
ظاهر سلميين ودا يطلعون رافعين رايات السلام ورايات العباء ودا أفشع قتل. يعني هم شو يتوقعون؟ نعم عمي الأمور ما تنتهي ترى والله. نعم عمر برأيك كيف تابعت ردة فعل الحكومة تجاه هذه المظاهرات من الناحية السياسية والخطابات والتصريحات؟ يعني من الناحية الميدانية شاهد العراقيون ماذا فعلت القوات الحكومية مع الناس، لكن ماذا عن ردة فعلهم السياسية إذا صح وصفها؟ يعني هم دا يتهموهم إنه مندس، هم طبعا اتهم، يعني من يتهمون موضوع داعش وما داعش؟ نعم بس ما يقدرون. هي الاعمار اكثريتها من 93، هاي الاعمار الشابه. نعم. كان مواليد 83. نعم. هاي المواليد يتهمون يقولون هذا بعدي. بس هذول ما يقدرون، لان هذا وليس الصقور، خلينا نقول الصقور، احتلال. بس اتهموهم انه بعثيه يا عمر. هم يتهمون. وهسه طلع المرشد الاعلى ما شاء الله يقول تقوم كذا. ترى العراقي مع يعني مع احترامي للعراقيين، العراقيين بتقد عندهم ليه يتقشمرون بهذا الكلام؟ احنا صار لنا على 17. نعم. احب انوع على في الشغله. نعم. هي صارت ب 1920 واحنا رايحين على 2020، فان شاء الله ثور عليهم وينسحلون بالشارع ما انسحلوا أسلافهم. نعم عمر أشكرك للمشاركة. شكرا عمر. مخلد من السويد تفضل يا مخلد. مرحبا عزيزي. أهلا وسهلا حياك الله. الحقيقة إذا تقول بالطريقة العربية لقد أثلجت صدري اليوم. نعم. بتطلعات قناة الرافدين بالطريقة الاستراتيجية اللي أنا كنت أطالب بها وقبل ساعة. نعم. وهذا المطلوب، المطلوب القناة الرافدين تقدم برامج استراتيجية تبين شنو استهداف العراق، منو يستهدف العراق. نعم. منو يضرب العراق ومنو بده يسوي هاي المسائل كلها. اذا حكينا على السابق المالكي، التفجيرات، الجعفري، كلهم محسوبين. نعم. راح يتم حسابهم واحد واحد. نعم مخلد، هناك بس مشكلة وحيدة ربما تواجه ما انت يعني عمر مو محمد معك مخلد محمد. المشكلة الاعتراف الدولي بما يحدث في العراق، هو إذا كنا نتحدث عن مؤسسات دولية أو جهات دولية فهي لم تعترف أو إن أشارت بخجل إلى ما يحدث في العراق وطلبت الحكومة أن تراعي ضبط النفس والحفاظ على السلمية، لكن لم يكن هناك إدانة حقيقية لما فعلته السلطة الحاكمة بالمتظاهرين. لماذا هذا الاحجام الدولي اذا صح وصفه؟ انت ليش منتظر منهم يخسأوا؟ نعم يخسأوا. يخسأوا تجيبوا العامري والمالكي بس. نعم. تجيبوا العامري والمالكي. تمام مخلد علي؟ اسمعك يا مخلد. اشكرك للمشاركه مخلد، شكرا جزيلا. أبو علي من واسط تفضل يا أبو علي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لكم لمشاهدي قناة الرافدين. حياك. رح أبدأ من ما انتهى مخلد سؤالك المخلد، ليش المجتمع الدولي؟ نعم. طبعا المجتمع الدولي بشهادة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الثانية العضوية، الفساد متشرف في هيئة الأمم المتحدة. وطبعا اكيد المقيم في العراق لان هو قاعد وياهم ويا الجماعه فاكيد شملوه بالفساد وياهم. نعم. فالامم المتحده من يوم توصل تقارير، هي تشوف الفيديوهات، تشوف النشر الموجود، لكن من توصلها تقرير من الامم المتحده بالعراق يقول ان هناك عنف متبادل بين الطرفين. طبعا هذا حسب ادعاء الحكومه اللي هم فوق التقرير.
نعم. فهذا يعني شو حتسوي الامم المتحده؟ طبعا احنا ما نعطي عذر للامم المتحده، لكن المشاهد الموجوده والسلطه حجبت الانترنت عن العراق حتى ما تظهر فيديوهات الحقيقيه، هذا دليل على انه الفساد مو بس بالعراق، يعني الجماعه ما علموا بس جماعتهم، حتى نعم. الامم المتحده شملوها فسادهم. يعني اليوم من يغير لي وزراء يعني الصحه والتربيه شكوا بالمتظاهرين، ليش ما تحكم وزير الداخليه؟ يعني من يصير قتل اليوم قللوهم الشهداء 105 خلوهم، يعني من يعني ليش ما تحكم وزير الداخليه اليوم؟ المفروض وزير الداخليه هو اللي يتحاكم اليوم. نعم. اذا هم يبدون يحاكمون، بس هو الرجل ما بيده شيء، بالنسبه لعادل عبد المهدي رجل يعني لا حول ولا قوه، رجل السلطه مو بيده. بيد هذا العامري وبيد المالكي وربع المالكي. ليش قبل بالوظيفة إذا؟ ليش قبل بالمنصب؟ يعني هو عادل عبد المهدي في خطاب الأول تحدث عن التركة الثقيلة التي تسلمها من سلفه، طيب لماذا يقبل إذن إذا كان لا يستطيع أن يكون كفء لهذا المنصب؟ لماذا يقبل إذن بهذا المنصب، المنصب الحساس الذي يقود من خلال بلد كامل؟ هو أستاذ محمد، هو كانت عنده فرصة ذهبية أن يكون شريف، لكن هو الحب المناصب وحب الأموال والخوف، لأنه هم كاظين على شيء، يعني الزوية هم كاظينها وضامينها عليه. كان يقدر يقول أنه بالتشكيلة هذه كان غير هذه المظاهرة، يطلع المظاهرين يقول خلاص يا أما يقدم استقالته، وما قدر هو يقدم استقالة، أو يقول راح أنا أغير الحكومة وهذول الحكومة اللي عندي، مجلس النواب ما يقبل، شوفوا شلون يا شعب هذا مجلس النواب اللي يسويه، والله الشعب راح يوقف يهوس العادي عبد المهدي ويريد يثبته بالحكم. بس هم يعني ما يردون الزينه لهم، وطبعا التركه الثقيله هو مثل ما يقول بعد ما دام تركه ثقيله ليش تقبل فيها؟ نعم ليش تقبل؟ بس هم الفساد الموجود وحب السلطه هو اللي خلاهم هم اساسا ما يعني ما يحبون العراق اكثر من السلطه، فهم السلطه عندهم والفساد والفلوس هم اكثر من العراق، وهم عايشين انفسهم يومين ويرحون، هم هذه يومين ويرحون. بس لكن ان شاء الله الثوره هذه والانتفاضة هذه ما راح تموت، وإن شاء الله بالجيار الأربعينية راح يتفاجئ العالم. يعني ليش إيران راح تدخل 1700 عنصر؟ نعم. لأنها تفيد تفاجئ العالم، الثوار طبعاً راح يفاجئون العالم بالأربعينية، لأن هم هسه هم الشيعة طلعوا مع احترام الإخوان كل عراقي، العراقي عندنا واحد، لكن هم الفصلوهم شيعة وسنة. نعم. الشيعة طلعوا قالوا بعثية، لعد أهل الغربية لو طلعوا شو يقولون عنهم؟ وصفوهم بأبشع الأوصاف يا أبو علي عندما خرجوا وصفوهم. إيه صح. لا بس هسه لو طلعوا مع إخوانهم الأهل الجنوب ويتظاهرون وياهم راح يقولوا شوف الدواعش طلعوا. نعم. شفت شلون يا شيعة علي من تظاهرتوا شو اسمه الدواعش طلعوا من جديد. نعم. فهم يستغلوا هذه التركيبة. بس إحنا الثوار إن شاء الله، وأنا أوعدكم، ومن بغداد ومن النجف ومن كربلاء راح تطلع الثورة الأربعينية إن شاء الله، هي الأربعينية راح تطلع دورة أربعينية عليهم. أبو علي أشكرك، شكرا للمشاركة، كنت معنا من واسط. مشاهدينا طبعا أصدرت منظمات رقابية وحقوقية مختصة تقريرا مفصلا وثق جانبا من الانتهاكات التي تم تسجيلها أثناء قمع القوات الحكومية للمظاهرات السلمية التي انطلقت في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية الأخرى. وفقا للتقرير الذي صدر من 19 منظمة ومركز مختص، منها منظمة أكسس ناو والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز وقف إطلاق النار للحقوق المدنية ولجنة حماية الصحفيين والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أكد هؤلاء الموقعون أن القوات الحكومية اعتقلت متظاهرين جرحى من المستشفيات رغم إصابتهم وحاجتهم للعلاج، فضلا عن تسجيل حالات قنص للمتظاهرين. طبعا هناك أيضا حديث في هذا التقرير عن إسكات الإعلام، حملة لإسكات وسائل الإعلام عبر جماعات مسلحة أو أوامر من هيئة الاتصالات. وسلط كذلك الضوء التقرير على قائمة من اعتقالات للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين، وكذلك اقتحام منزل ناشط وزوجته في محافظة البصرة واغتيالهما بطريقة بشعة، والزوجة كانت حامل مع ذلك. يعني لم يثني الفرق الموت هذه عن القضاء عن كل من شارك حتى لو بإسعاف المصابين في المظاهرات بالقتل والملاحقة. معنا عبد المجيد من الأحواز، تفضل يا عبد المجيد. أرد أوجه رسالة لإخواننا العراقيين. نعم.
يعني عليهم في هاي الثورة، ويطردون كل إيراني، يعني زمرة غاسم سليماني كلها يطردون، ألا ظلوا يعني بهذلون كم مثل ما بهذلون. نعم. في هاي أوجه الإخوان، وأنتم إخوان وتحترق قلوبنا عليكم، والعراق ما مرتاح، والغتل بالعراق والسلب والنهب كل إيران. نعم. هاي أخي. شكرا عبد المجيد، شكرا جزيلا. نقرأ بعض الرسائل مشاهدينا الكرام. يقول أحد المشاركين: السلام عليكم. إن يقول السلام عليكم، إن الشعب العراقي يزداد وعيا وإدراكا، إنه شعب واحد وأعداؤه هم أعداء لجميع الشعب، ومن خلال هذه الانتفاضة المباركة انتقلنا حرفيا من مرحلة الهذيان الذاتي إلى مرحلة الإدراك التوافقي. إننا شعب واحد فعليا، عاش العراق ويسقط لا نظام الحزب الميليشياوي الإيراني ابن العراق. شكرا جزيلا. سعد من السعودية تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك أخونا، وأقول هذا أخونا اللي من الأحواز، الأمر إن شاء الله في يد الشعب وإرادة الشعب. اليوم ما في إلا إرادة الشعب. وأنا عندي نقطة ثانية اللي هي الحين، وش موقفكم يا حكام العرب من هؤلاء المجرمين؟ عقب الحين ما هو انكشف بس هو هذا المجرمين، حتى أنتم انكشفتوا، لأن سفراءكم في وجود بل هذا الإجرام وهذا القتل وهذه الخسة تعتبرون كشركاء في هذه العملية الإجرامية هاي. والحمد لله، والحمد لله، يعني إن شاء الله، وإن شاء الله أنه خط الرجعة ما في خط رجعة، وسوف يشهد العراق الهروب الكبير لهؤلاء المجرمين، لكن إن شاء الله ما هم هاربين. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. شكرا سعد. محمد من الموصل تفضل يا محمد. محمد من الموصل. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا ألف تحية لكم ولهاي القناة، والله العظيم احنا من أهل الموصل. نعم. يعني لا ثابتين، والله العظيم، والله على ما أقول شهيد، يعني قلبنا مع أهل الجنوب، احنا من الموصل قلبنا مع أهل الجنوب. احنا قبل هذه طلعنا وقلنا وقالوا علينا أنتم قتلونا. نعم. طيب محمد شكرا جزيلا، فقدنا الاتصال. عباس من بريطانيا تفضل يا عباس. يعني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي أنا كردي من العراق، من محافظة سليمانية. نعم. أنا أقول هالشهداء أخي، الشهداء دمهم غالي. نعم. العفو على مود عربيتي مو هواي زين. ليست مشكلة، تفضل عباس. بالطريقة شكرا. بالطريقة تكلم بالطريقة مغالي اللي تعجبك. أرجو من عراقيون لا يتوقفون عن المظاهرة. نعم. إن شاء الله الله بعوناتهم. نعم. إن شاء الله نصر لهم، والخزي للإيرانيين. الشباب العراقيين سووه العفو، ما أعرف شلون أتعلم من نعم من حزني على الشهداء العراقيين. والله أني حيل حزنان عليهم، إن شاء الله مثواهم بالجنة. نعم. هذول الحكومة، هذول مو حكومة العراقية، هذول الحكومة الإيرانية جايين محتلين العراق. نعم. أشكرك عباس، شكرا للمشاركة. مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير، ومن بعده نعود، يبقوا معنا. يلتكتن رأي تخاف ما تدري، أذن طلقاتك تلقاهن بصدري. أنا من القماط أحلام مبيوقات، أنا الكون كله يسولف بصبري. أنا اللي الشغل ما عنده كروى يروح، أنا القائدك سجينته بنحري. هي حكاية وحدة وما تصير اثنين، واحسبها علي جوعان ويهذري. أنا وتاج راسك ما يصير نعيش، لازم ينوخت لو عمره لو عمره. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستمر بحديثنا عن انتفاضة تشرين في العراق وكذلك تطورات هذه الانتفاضة وكذلك المواقف الدولية عن ما يحدث في العراق من تقارير صحفية وكذلك منظمات حقوقية وإنسانية تراقب وتتابع ما يحدث في العراق وترصد أيضا الانتهاكات التي حدثت على يد القوات الحكومية والميليشيات تجاه المتظاهرين والتي أسقطت عددا كبيرا من الشهداء والجرحى. معنا السيد أبو تحسين من كربلاء، تفضل أبو تحسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك أخي العزيز ولسائر الأخوة. حياك الله أبو تحسين. حياك الله أخوي العزيز. شو وياك؟ هي المصايب هواية يعني، وحدة 2 مليون. نعم. قبل يومين أول البارحة يعني تقريبا مرة 3 مرات. يعني أنا ما لحقت على الحادثة بالكامل يعني قرب القيم الحسيني، جنابة تعرفها لابد أنه يوم من الأيام جيت الكرب. نعم. المخيم الحسيني اجوا من الايراني، طبعا كثره الزوار الايراني ما بيها شيء، بس هم جايين امام الحسين، لكن او استجاب المهام استجاب يعني. نعم. يعني هذا يعني حسب ما نقل لي، لان انا يعني حضرت بنهايه هذه الحادثه اثناء الحادثه اللي صارت وراها يعني، طبعا هو تحكيم اعلامي. نعم. يعني أبو تحسين، هل برأيك الناس حتستغل الزيارة الأربعينية حتى تحيي هذه المظاهرات والانتفاضة من جديد؟ والله إحنا نتمنى هذه الحادثة، يعني المجموعة من الشرطة اعتدوا بالضرب على الزوار العراقيين والإيرانيين. نعم. المخيم الحسين يعني هم يريدون يسوون يغطون على الحادثة، لازم يبعدون على هذول وعلى هذول، هي صارت يعني مشاركات، لكن هو المسبب هو كانوا من الزوار الايرانيين. نعم. شنو وجود الشرطه الايرانيه؟ انا بس اريد اعرف يعني اذا انت تقول وانا ما اقبل اتدخل بدول الزوار في المقابل الثاني، وتكلمت انت عن السعوديه وتكلمت عن داعش وتكلمت وناس يعني اجوا ويفجرون نفسهم بالعراقي القيادة الوطنية، وين يعني هي هذه المفروضة تجي سرايا على المتظاهرين؟ شنو وجود الشرطة الإيرانية هنا؟ شلون تقبل الحكومة أنه تدخل شرطة إيرانية؟ والله العظيم يعني يعني من قرب الحدث، وبعدين عدت من القوة من بين الحرمين أيضا إجوا، يعني أنا بس يعني أتساءل وأعيد الجهات الحكوميه المحليه لل يعني الناس المنطقين وجود يعني تموت تقول احنا عندنا حديد عندنا فصائل مقاومه زين، وين وجودها يعني؟ انتم تحسسون بال على اي اساس؟ ابو تحسين انا اشكرك، اعتذر منك، طبعا الصوت في معظم الاحيان هو غير واضح، لكن شكرا جزيلا للمشاركه. نتفهم ما يحدث في العراق من تشويش على شبكات الاتصال وقطعا لخدمة الانترنت، نفهم هذا الشيء ونعرف جيدا صعوبة التواصل من قبل العراقيين، مع ذلك نحاول أن نفهم ما يقال قدر المستطاع حتى أثناء هذا الاتصال الضعيف. عموما شكرا جزيلا السيد أبو تحسين كان معنا من كربلاء. لدينا مشاركة على أو مشاركات حقيقة في الواتساب. يقول أحد المشاركين السيد محمد الخلف، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خراب ودمار العراق هو بسبب إيران وميليشياتها الطائفية وعملائها من بعض السياسيين والأحزاب. العراق كل تاريخه كان بلد الخير فقط، حين دخلت إيران وميليشياتها الطائفية والمذهبية صار العراق بلد الخراب والفقراء والمساكين. في رسالة أخرى، طبعا أحد الأشخاص أرسل لنا صور، طيب صور عن الضرب في ضرب المتظاهرين والاعتداء عليهم. طيب في رسالة أخرى، إيمان مراد تقول من 2011 بدأت تلك الحكومة تدمر تلك الديمقراطية بتكميم الأفواه باستخدام العنف وملاحقة الناشطين والصحفيين وقتلهم
وأسرهم وهذه أو قتلهم وأسرهم ربما تقصد، وهذه المهدي والشحماني نموذج. طيب طبعا التصحيح فقط سيدة إيمان، ليس من عام 2011، أين كانت الديمقراطية أصلا في العراق؟ من كان يستطيع أن يعبر عن رأيه وينتقد؟ تابعتي كيف كانت هناك فرق موت اغتالت كل اغتالت صحفيين، اغتالت ضباط سابقين، اغتالت علماء، اغتالت كوادر مهنية في العراق. يعني أين الديمقراطية أصلا؟ هل كان هناك أصلا ديمقراطية في العراق منذ الاحتلال؟ يعني عام 2011 كان أنموذجا لجريمة من جرائم وانتهاكات نور المالكي، لكن ماذا عن بقية السنوات قبل ذلك؟ ماذا عن تكميم الأفواه؟ ماذا عن التعذيب في المعتقلات؟ ماذا عن الانتهاكات التي حدثت في السجون بالنسبة للنساء والرجال؟ ما كان يخرج برأي منافي لما ترغبه هذه السلطة؟ كيف كان القمع؟ كيف كانت القنوات والتوجه الإعلامي الحكومي؟ يعني لا أعتقد أن في العراق منذ الاحتلال وحتى اللحظة هناك شيء يسمى ديمقراطية، هي مجرد وعود جاء بها الاحتلال الأمريكي وكذلك تشدقت بها هذه الحكومة أو الحكومات السابقة، و يعني أوهم العراقيين أن هناك شيء يسمى ديمقراطية، ومع أصغر مظاهرة وانتفاضة توجه أصابع الاتهام من قبل الحكومة للأشخاص. نور المالكي وصف العراقيين في 2011 أنهم ليسوا عراقيين أصلا عندما تظاهروا في ساحة التحرير 25 شباط، يعني كثير من القمع حصل. فلا أعتقد أن هناك شيء في العراق يسمى ديمقراطية. معنا سيد جلال من الناصرية، تفضل. جلال جلال نعم أسمعك جلال، صوتك طبعا متقطع وفيه مشكلة. إن شاء الله ماكو مشكلة. تفضل جلال. آخر واحد بالعراق إن شاء الله. نعم. دم، كل قطرة دم تسوى إيه؟ هاي وحدة. جلال أعتذر منك، الصوت غير واضح، الصوت فعلا غير واضح، أرجو منك أن تعاود الاتصال، ربما تغير المكان قليلا، لا أعتقد إذا كان هو هذا الحل أصلا في ظل هذه الرداءة في الشبكة داخل العراق، لكن حاول الاتصال بنا مرة أخرى جلال، شكرا لك. معنا السيد أحمد من هولندا، تفضل أحمد. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا أحمد. أهلا عزيزي، بالنسبة للمظاهرات أول شيء الرحمة والخلود للشهداء على كل دم قطرة دم سالت بهذا البلد الجريح. نعم. عزيز الكل، أخي العزيز بالنسبة للمظاهرات ما نعرف، احنا نقول إن شاء الله خير يا رب، لكن يبدو الحال ما راح تغير بوجود ظل الديول ووجود إيران على الساحة العراقية. نعم. وجود اللي المتعامرين معهم على العراق اللي للأسف يسمون عراقيين وللأسف محسوبين على العراقي، لكن احنا نقول إن شاء الله خير يا ربي بالقادم أفضل، وإن شاء الله يا رب كل قطرة ما شالت على هذا البلد إن شاء الله ما تروح أبو عن الثورة، وإن شاء الله الثورة مستمرة، وإحنا وياكم من هولندا إحنا مساندين لكم وسوينا مظاهرات في السفارة العراقية. نعم. إن شاء الله يا رب القادم أفضل، هذا أقل شيء نقدر نقدمه لبلدنا الحبيب البلدنا الجريح، وإن شاء الله يا رب القادم أفضل، وبحيل الله يرجع العراق يرجع يقود المسيرة ويرجع للسابق عهده يا رب. نعم. سيد أحمد شكرا لك، كنت معنا من هولندا. معنا السيد أبو عمر من بغداد، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية خاصة مشاهدين قناة الرافدين وإذا كادر قناة، حياك الله. ورثنا على الشهداء تظاهر وشف اللي الظاهرة ومنفصل كل المناطق في محافظاتنا، نتمنى إن شاء الله بحق محمد الشهيد. نعم. وهذه إن شاء الله تظاهرات اللي بغداد وكافة المحافظات العراق تظاهرات ما كانوا متواصلين بالتظاهرات لإسقاط هاي الحكومة الفاشلة. والله يا سيدي العزيز هي ليست حكومة، هي مجرد عقابات. نعم. ما فيها كل العراقيين يعرفون أنه حزب الدعوة بالسماح لقيادة تفجيرات، وكان يعني
يعني ضد حكومتنا العراقيه السابقه، انه هذا الحكم اللي موجود الان حكم دموي، ما يحب ولاء عن الوطنه، مجرد يحدد نفسه والاحزاب اللي موجوده دائما مداره. نعم. الحكومه اللي موجوده المشاركه عن طريق العامري واتباعه اللي كانوا في العهد السابق اللي هم اللي كانوا بالبصره مكاناتهم، فياتي جدول كلهم عباره عن مجموعه عصابات. نعم. يقولون على المظاهرين انه بعثيين او صداميين. طيب ما هم وعدوا الناس بقطع اراضي، ووعدوا الناس بفرص عمل وكذلك قروض بدون ديون بدون فوائد، واعاده الهاربين من الجيش اللي هربوا بالموصل اعادتهم، يعني كثير من الوعود قدموها يا ابو عمر. ف يعني ممكن واحد يتساءل ليش ما نعطي فرصه لهاي الحكومه؟ اخي العزيز بالنسبه اللي يعني لو كانت اكو وعود صارت لكانت تفس ثورات، لكان البنت هاي الامور من يعني استمرت بين وصناعه زراعه بينها بالصناعه والبنى التحتيه اللي ضربتها القوات الامريكيه هذا تنظيمه وصار الى تحكيم، ماكو اي تحكيم. تتوقع يا ابو عمر النظام اللي 16 سنه هو نظام مبني على أسس المحاصصة والطائفية والتحزب والميليشيات، هذا النظام بين يوم وليلة يقدر يحقق أحلام العراقيين؟ أخي هي إحنا هم جانا أخي الديمقراطية ما تتحقق بين ليلة وضحاها. نعم. الديمقراطية بنى تحتية يكون حق المواطن عربيون يحترم المواطن من قبل الحكومه، موظفين يشتغلون ابناء الشهر، يعني يشيل اللي يبيع ظاهر من عنده استنكار عن اي شيء. فلا توجد يعني بالعراق عندنا شغلات انه متوفره باقي البنى اللي عندهم الديمقراطيه ومن حق التظاهر يظاهرون. يا اخي فهذا نظام فاشل من اساسه، من هم يا اخي مجموعة عصابة جت في خطيين وجت في يعني نقدر نقول تافهة. شكرا ابو عمر، كنت معنا من بغداد. نقرا بعض الرسائل، احد المشاركين يقول اخي محمد لا يعقل مجموعة عمايم رخيصة وسراق وقتلة وبعض الخونة من المنافقين من يحمون هؤلاء، يقول يجوعون وينهبون ويهجرون الملايين، يا أحرار اسحقوهم بالشوارع. يقول يا أحرار إكراما للشهداء أطردوا السفارة الإيرانية وارفعوا علم العراق واحرقوا علم إيران ليعلم الخونة من تجار الدين أن العراق للعراقيين وليس لإيران. في رسالة أخرى يقول أحد الأشخاص ثامر سعود من النرويج يقول الحل المناسب للمرحلة الراهنة تحت شعار إخوان سنة وشيعة يجب اتحاد الثوار بين الإخوة السنة والشيعة تحت قيادة سنية لأنهم أجدر بالقيادة، وفي ذلك سوف ينالون تأييد من دول الخليج والذين سوف يمدونهم بالمال والسلاح. رأيي طبعا رأي السيد ثامر مسعود أو ثامر سعود من النرويج له رأي وهكذا يرى، لكن كما قال السيد أبو علي من واسط قال الحكومة تنتظر خروج، تتمنى خروج أحد من المحافظات الغربية لكي تتهم هذه المظاهرات ومن خرج من الغربية أنهم دواعش، وتضرب هذه المحافظات التي خرجت الوسطى والجنوبية بطريقة قاسية تحت مبرر محاربة الإرهاب. تحتاج الحكومة هذه الذريعة، كانت تتمنى لو حصلت، لكن يبدو أن هناك عقلاء كثر في هذا المجتمع نظروا إلى القضية عن بعد، وبالتالي لم يعطوا لهذه الحكومة ما أرادت وما تمنت. طبعا الكل يتمنى مشاركة جميع فئات الشعب، لكن هناك ظروف يعني تستدعي التروي وتستدعي الحكمة في اتخاذ القرار. ما حدث في محافظات وسط وجنوب العراق شارك بها كل العراقيين بكافة أطيافهم،
لكن أن تخرج مظاهرات من المحافظة الغربية يرى بعض المشاركين أنها ليس قرارا سليما في ظل ما عانته هذه المحافظات تحت مسمى وذريعة داعش، وبالتالي تتمنى كانت هذه السلطة الحاكمة أن يخرج أحد من هذه المحافظات في مظاهرة حتى تتهم هذا الشخص وتتهم كذلك المحافظات الأخرى التي خرجت بأنهم دواعش وإرهابيون وتقوم بالقضاء عليهم باستخدام غطاء دولي يتيح لها ذلك. أبو بكر من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو بكر. حيا ودوم. بالنسبة لنا الموصل، نعم، ما نقدر، يعني احنا مظاهرين بس والله ما نقدر نطلع مظاهرة، أي مظاهرة ما نقدر. نعم. مظاهرة راح يتهمونا بأن احنا دواعش. نعم. بالنسبة للحكومة، حكومتنا يعني ما بهم واحد كاف الله. وأنا من خلال قناتكم أنا أشد شريف صراحة، بس أقول للي عنده غيره على في، لأن هانا والشعب وهانا وحتى الأخوم، لأن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، لسانهم ولا من إيديهم، والناس كلها جوعانة. نعم. دولة بالعالم يقدي والله عيب، خلي يفتحون يشوف. وإذا هم عندهم حل خلي يقدر يسوون يطلع، احنا راح نعطي لكل عائلة عراقية حصة من النفط 200 ألف تنحل كل هالمشكلة. بالفلوس تنحل أبو مؤجزة. أبو بكر، يعني إذا الحكومة قالت لك حطيك حصة من النفط حتقعد بالبيت وتستمر هاي الحكومة؟ يا أخي هو الشعب العراقي أبو بكر، إذا ننظر للماديات، اسمح لي أبو بكر، إذا ننظر للماديات طلعوا المتظاهرين، احنا خلينا نكون واقعيين. طيب إذا خلينا نكون واقعيين حضرتك، إذا منتظر راتب شهري، طيب ماذا عن الماء والكهرباء؟ بس اسمح لي يا أبو بكر، ماذا عن الماء والكهرباء؟ ماذا عن المعتقلين يا أبو بكر؟ ماذا عن الخدمات، الأرصفة، الصرف الصحي، المستشفيات؟ شلون هاي حتصير؟ ليش أقول لك هيجي؟ لأن هذا احنا بالنسبة لنا ما عن المراتب نعتبره، هذا لأن ما مستحيل. طيب فقدان الأمل ما كان خلى الناس طلعت يا أبو بكر؟ لو الناس كلها تفكر بهاي السلبية، مع احترامي طبعا، لو الناس كلها رأيها سلبي وتقول لك ماكو أمل، ماكو، مستحيل هذا العراقيين حل، ما كان طلعوا هذه المظاهرات وسقط منهم شهداء بهذا العدد. بعز الأزمة اللي يعيشها العراق والفقر والجوع والبطالة الناس تطلع مظاهرات، هو هذا وقتها، هو احنا الجوع اللي خلى الناس. نعم، ليس الجوع فقط، الجوع سبب. أطعمهم من جوع ومن. طيب ابو بكر انا اشكرك، شكرا للمشاركه، وضحت الفكره. مشاهدينا الكرام، الذين خرجوا من العراق او الذين خرجوا مظاهرات في العراق لم يخرجوا من اجل حصه غذائيه، خرجوا لازمات كثيره متعدده متراكمه في هذا البلد، مترابطه فيما بينها، ازمه ماء وازمه كهرباء وازمه غذاء وازمه امن، وضع امني غير مستقر، دائما هناك ميليشيات وفرق موت، ازمه تعليم وخلو العراق من مدارس رصينة، العراق مصنف خارج أصلا تقييمات مستوى التعليم حول العالم، لا يوجد مستشفيات تعطي المريض علاج عندما يدخل إليها يضطر إلى شراء العلاج من الخارج، وهناك من تحدث أنه عندما يذهب للتبرع بالدم يدفع مال فوق هذا، يدفع 5,000 دينار عراقي، العلاج والفساد وغيرها، المعتقلات والسجون، كثير من المشاكل التي دعت العراقيين إلى الخروج. الموضوع ليس موضوع أنه أنا أريد حصة من النفط حتى أقعد ببيتي أعيش في بلد مدمر من كل النواحي، الموضوع لو كان يقتصر على هذا الشيء اللي أعطت هذه الحكومة المال للناس، لكن الموضوع هي تعلم أن مطالب العراقيين أكبر من هذا الشيء بكثير وتحاول أن تخدعهم بهذه التصريحات. أرجو من السيد أبو بكر أن يعيد النظر، أن يبتعد عن النظرة التشاؤمية، لو كانت هذه الحكومة غير قابلة للخلع لما وصل لها الدور أصلا وتسلمت هذا الحكم، لو كانت أي حكومة غير قابلة للخلع، وهناك أنظمة لم يتوقع أحد أو يتصور أو يتخيل أنها قد ترحل في يوم من الأيام، ورحلت هذه الأنظمة بإرادة شعب أو بأي سبب آخر. نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود بعده لإكمال حديثنا.
عراقيين، يا أخوان، يا مسلمين من جميع الأديان، انقذوا البلد، لا تسكتون. اللي طلعوا أخوانكم، اللي ماتت أمهاتكم، اللي ماتت أعرافكم بالشارع، مرات موت مرة واحدة ولا كل يوم. لو كل العراق هسه يطلع من بيته ما راح يقدرون يسكتوكم. لا تركون اخوانكم بالشوارع، اذا يبقى قلبوا قلبين بالشارع راح يقمعوهم، راح يقتلوهم، راح يعتقلوهم. لا تسكتون، اذا طلعتوا كلكم ايد واحدة راح تصيرون اقوياء. لا تتراجعون، هذا بلدكم اللي دافع عن عرضه وعن بلده شهيد. قتلونا، لا سني ولا شيعي بالموضوع. احنا عراقيين نريد وطن، احنا الناس اللي نريد وطن، احنا تعبنا من الحروب. وطلعوا كلكم، لا تبقون ببيوتكم، لا تكونون جبناء. اخوانكم اللي يموتون برا، اخوانكم ساندوهم، خوفوهم بقوتكم. ثورة العشرين، الشيوخ وينكم؟ العشائر وينكم؟ يا المرجعية اللي سقطتونا، اللي وصلتونا الحالة يرثى لها. طلعوا خايفين، خايفين. هذا الإسلام، هذا قرآنكم يقول من دافع عن عرضه ووطنه شهيد. شهداء، شهداء مرة واحدة ولا كل يوم. اطلعوا، اطلعوا، لا تظلون ببيوتكم خاسين مثل النسوان. اطلعوا حاربوهم، نزلوا لكم قوات الشغب الإيرانية، دخلوا لكم ناس يهودية. اطلعوا، عرضوا على وطنكم، لا تظلون بالبيوت. اطلعوا ساند اخوانكم، العدد القليل ممكن ينقمع، لكن لو العراق كله هسه قام وقف على رجليه ما حد يقدر يسكتكم. اسمعوني، اسمعوني، جاي استغيثكم يا ناس. هل من ناصر ينصرنا؟ الدول العربية، كافي، كافي قمع، كافي، كافي سكوت، كافي ذلة، كافي إهانات. يلا طلعوا يا عراقيين اخواني، نشروا التسجيل الصوتي. اطلعوا يا اخوان العراقيين، اطلعوا، نسوان، زلم، اطفال، شيوخ. اقول لا تنشر صورتك كل ساعة على الفيس، لا تنشر صورتك كل ساعة على الفيس، بطل وانشر صورة وطن مذبوح وخلك تنقل معاناته وألم بي وبهالوطن يا مكثر هالجروح. هاول ما يطلع ويانا شيلت مرتك لوق عليه، هاول ما يطلع ويانا شيلت مرتك لوق عليه، ما يطلع ويانا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، معنا السيد عبد الله من الكويت، تفضل عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اللهم اجعل بغداد والعراق امنا وامانا للمؤمنين وتنورا للظالمين. نعم. خوالي، لا تتركون الشباب روحهم. يعني احنا اللي نشوفها الحين تبارك الرحمن ثوره شباب، احنا نبيها ثورة شعب. نعم. الكبير والصغير والمرأة والرجال، يعني الله يعينكم. شفتوا الجزائر، الرئيس أبو تفليقة يعني قبل عدة سنوات لو تذكر بعهده. نعم. تم حقن الدماء، كانت عندهم مجازر فتنة وتم حقن الدماء بعهده أبو تفليقة. مع ذلك الناس لما ملوا، يعني ربنا وربه الله، قالوا لك خلاص كفاية، طلع للشايب. نعم. والصغير والكبير، يا ناس لا تخلون عيالكم بروحهم، يعني خليتوا شبابكم بروحهم، اجزروهم جزر. يبا هذول عجم، يبا مو مالكي، أي نوري مالكي، حنان فتلاوي ولرحم والديك، عراقية تتهم العراقيات العربيات بأعراضهم. نعم. من صدقكم، هذه فارسية، هذه فارسية، عندهم أحقاد. بعدين في مسرحية دائما نشوفها. نعم. المالكي لعنه الله لما يزور خامنئي، إبراهيم جعفري لما يلتقي بالمسؤولين الإيرانيين، المسؤولين اللي عندكم ويلتقون بالمسؤولين الإيرانيين قاعدون وما بينهم مترجم. يا إخواني هذه مسرحية، يا خوالي هذه مسرحية. نعم. عبد الله، أنا عبد الله أشكرك، أعتذر منك، الوقت شارف على الانتهاء. معنا أبو خطاب من الموصل، أبو خطاب تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام.
حياك استاذ محمد وحيا قناه الرافدين. حياك الله. على مود التظاهرات والهاي هم شباب بارك الله بيهم. الحكومه واعلام الحشد يعني على قنواتهم نعم بغداد امنه وامان وماكو تظاهرات وحتى هاي بس الانذار شلناها فحتى باعلامهم يعني هاي نعم فهي التظاهرات موجوده لي حد الان نعم هذا السؤال فهم يقولون يعني طلعوا لك ساحه تون هدوء والشوارع شلون فتحناها ومطالبهم هم يظلون بهذا الكذب مالهم. نعم ابو خطاب اشكرك شكرا جزيلا. ابو محمد من تركيا في دقيقه لو سمحت تفضل. ابو محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخوي الغالي الله يحفظك. احنا الطلبات المتظاهرين نعم مو سجل رعايه راتب رعايه نعم سجل لهم وظائف وهميه يعني يوظفون هذا الشعب كله يريد يوظفوه لو شنو يا اخي. الموضوع النقطه المهمه تغيير حكومه من جذرها نعم من برلمانها لوزراء يعني احنا ما يفيدنا وزير النفط يقيله يحاول يسوي وزير تربيه نعم يقيل وزير الصحه يسوي وزير خارجيه هذا مو عايده يضحكون على الشعب نعم هذا ما يفيدنا واحنا ما مهم عندنا يعني والله يعطونا 200 الف و100 الف اخي احنا شعب عشنا عمرنا من ابائنا واجدادنا نشتغل ونعيش ما اخذنا شيء من الحكومه نعم. ولا بحاجه الحكومه احنا ما بحاجتهم يعطونا عمي احنا نريد كرامه نعم. الكرامه يقدرون يعطونا الكرامه ما يقدرون لان هم ما عندهم كرامه شو ابو محمد اشكرك شكرا جزيلا واعتذر منك الوقت انتهى. نقرا رسائل سريعه للمشاركين. يقول احد المشاركين عماد فيصل من الولايات المتحدة يقول نشكر قناتكم الوطنية التي تستمر في تغطية المظاهرات بينما كثير من القنوات سكتت. في رسالة ثانية لأحد المشاركين أو رسالة أخرى الإعلامي أحمد السعيدي السلام عليكم هذا رابط للتظاهر التي نظمها العراقيون في النمسا أمام مبنى الولايات أو مبنى الأمم المتحدة شكرا جزيلا يا أحمد. في رسالة أخرى زينب من لندن تقول السلام عليكم يعني هسه كنت أشوف صور الشهداء أعمارهم مثل عمر الورود بأي حق انقتلوا لطلب لقمة العيش لطلب فرصة عمل حسبي الله ونعم الوكيل على الحكومة العميلة الأمريكية الإيرانية. في رسالة أخرى أحد المشاركين يقول السلام عليكم والرحمة على الشهداء والشفاء بإذن الله للجرحى والحرية للمعتقلين كلهم حرامية من 2003 حتى الآن وخيرات العراق منهوبة على ما قال المثل أمسك لي واقطع لك أو أمسك لي واقطع لك بين إيران وميليشياتها والأحزاب الفاسدة. في رسالة أخرى إحدى المشاركات تقول طيب تنشر أمور أخرى أحد المشاركين يقول يرجى تعيين بهجة الكردي في برنامج يومي يحث العراقيين. شكرا دكتور محمود. دكتور محمود شكرا لك. طيب في رسالة أخرى لدينا الديمقراطية في بلادنا العربية عبارة عن ديمقراطية أكذوبة والرأي لمن يملك النفوذ فقط لا رأي آخر والقرار للأقوى. أم محمد من النرويج السلام عليكم إن شاء الله يبقى الوطن يبقى العراقيين كرماء في وطنهم والأمريكان والإيرانيين ووكلائهم إلى مزابل التاريخ. السيدة إيمان تحاول اتصال هذه الخدمة غير متاحة للاتصال. في رسالة أخرى يقول إخواني الكرام هل مشاهدين فيلم هندي إيران لعبت دور في العراق مع داعش فيلم هندي فيلم كيف الفيلم الهندي أول ما يظهر به بطل الفيلم. طيب آخر رسالة سريعا قبل الختام. السلام عليكم أخ محمد أقول لي أبو بكر من الموصل المظاهرات لم تخرج من جوع إنما خرجت لإعادة الكرامة المهدورة للعراق وهذا المتكلم ألا يعلم أنه في الموصل مقيد من قبل الميليشيات القذرة من خلال السيطرات والكلام الفاحش الذي يصدر منهم تجاه أهلنا في الموصل. ما هذا الهراء؟ كل له رأيه. بالنهاية نحن نحاول أن نوضح الأمور. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.